فبريد رح نتكلم عن كيفية جمع أعمدة المصفوفة. لنفرض في أن المصفوفة A ومطلوب أنه نجمع الأعمدة اللي فيها، يعني 2 زائد 7 زائد 8، 3 زائد 6 زائد 9، والعمود الرابع اللي هو الثالث اللي هو 4 زائد 6 زائد 10. بنقوم بهاي العملية عن طريق ضرب هذه المصفوفة في متجه أفقي مقداره 1. فإذا ضربنا الآن المتجه الأفقي لمقداره 1 بحيث أنه تكون عدد أعمدته تساوي نفس عدد أعمدة المصفوفة اللي مراد جمع أعمدتها، فبيكون النتيجة هي عبارة عن summation of the columns. بنضل الفيكتور عدد أعمدته تساوي عدد أعمدة المصفوفة يساوي m multiplication المتجه الأفقي اللي مقداره 1 ضرب المصفوفة وكنترول شيفت انتر. الآن 2 زائد 7 زائد 8 الجواب 17، 3 زائد 6 زائد 9 الجواب 18، وهكذا. لو عدلنا أي قيمة هون على طول النتيجة رايحة تختلف معنا. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.